عن الثورة العراقية في الستينات بعد الشكل السيارة إلى آخره، يعني كتبت أطروحة الليسانس عن ذلك الموضوع، ولذلك فكرت بأنني أستطيع أن أطبع الموضوع بشكل عام. أنا لو سألتك سؤال، ما الهدف من كتابة الموضوعين؟ يعني ما هو الهدف؟ يعني ماذا تهدف أنت عندما تتعامل مع الآلات الأولى من القرآن؟ ماذا ستضيف للعلم؟ يعني أنا أعرف يعني الله أعلم. فكر ثم عايز آخذ الشيخ هذا بس. يعني هذه الآيات مختلفة هي يعني هي تختلف من كل آيات أخرى. أنا عايز أعرف الاسم إيه؟ اسمي كامل. كامل. انتبه لنقطة، ويمكن النقطة دي أنا كنت متخيلكم متصورينها لكن أحب إن أنا أكمل تاني. شباب، عندما تختاروا موضوعاً للماجستير لابد أن تسأل السؤال الذي طرحته على كامل. ما الهدف من كتابتك للموضوع؟ يعني أستاذة باتريسيا؟ حلوة أوعي صديقتنا باتريسيا تقول إنها تتعامل مع المصطلحات. أعطينا موضوع جميل، لماذا؟ لأني سأخرج من موضوعها بشيء. يا ترى المصطلح أنا كمسلم عرب مسلم أريد أن يكون اسمه حرف المراهق، غيري يريد أن يكون اسمه حرف المبكى، هي من ستفعل ذلك؟ لمن ستنتصر؟ انا يهمني اشوف فكرها كاوروبي ايه؟ انا يهمني هدف. فاذا هنا في هدف. قيس على ذلك اهداف كثيره. هنا السؤال، لابد ان تسال نفسك هذا السؤال. لو اردت ان اكتب رساله ماجستير، ما الهدف منها؟ ما هي الاضافه؟ انت تتحدث عن ايات، انا معك. هنا السؤال، الايات دي جيده ولا الآيات دي سيئة؟ الله أعلم. ولكن سأقول لك شيئا مهما، ها أنت تتعامل مع نص مقدس. نعم. بغض النظر أنا بقول لك إن ده نص من ربنا، غيري يقول لك لا، ده نص مألفينه ناس. لا تتدخل في هذا. هنا السؤال، ستخرج بأشياء إما مقدمات الآيات دي إيجابية صحيحة أو خاطئة. الهدفين لم يحققوا لك ما تريد لسبب. يعني السبب لي هو لنتعرف على معنى هذه الايات، مثل الايه الاولى من سوره مريم مثلا. يعني هناك فقط الحروف. انا معاك، ممتاز. اذا انت الان حققت الهدف، انت لم تذكره في البدايه. يعني نقدر نقول ان هدفي اريد ان اعرف ألف لام ميم دائرة كتاب، لماذا قلت ألف لام ميم دائرة وقلت أنا الأمر ألم؟ إذا لو كان هذا هو الهدف ممتاز رائع، ولابد أن يكون موجود من البداية. مش بمعنى أنك أنت ممكن تقول الهدف فكرت فيه الآن، يجب أن يكون الهدف دائما في رسالتك. يعني أنت من البداية برضه هو بترسيا معلش أنا هو بتكلم سؤال أنت وأنت بتكتب رسالتك في البداية، هدفك من هذه البداية أو في هذه الرسالة أو هذه الأطروحة أن أتحقق أو أن أقف في موقف الحيال بين المصطلحات الفلسطينية أو المصطلحات الإسرائيلية أو فتتحقق هدف. كل كتابة تسير نحو هذا الهدف، بدون هدف الرسالة تضيع منها، تحس إنك تايه. لكن لما تحدد هدف من البداية كل كتاباتك بتكون موجودة. أنا ليس عندي أي موضوع آخر، بس مجرد لكن ما فيش شيء يستهويك الداخلي، او مجال السياسه، مجال الدين، مجال الادب، مجال القصه، مجال المسرح، ربما الادب او الدين. الدين من اي ناحيه؟ ليس قلت. اذا انا معك، حققي في البدايه او ضعي هدفك ثم السير بدون هدف. لا، بمعنى انا اذكر لكم طبعا انتم استمعتم للمحاضرة. هذه المحاضرة لن تجدونها في أي كتاب مكتوب، لأن هذا هو هدفي. أنا عندما أتيت إليكم أنا أعلم جيدا أنني
سحبت عليكم محاضرة وأنتم طلاب دراسة عليا، فهدفي من هنا إنك تعرف المصطلح العربي وأن تتشوق إنك تكتب عنه وربما تتخصص فيه فيما بعد. إذا ده هدف من البداية، ومن أجل هذا أتيت لكم بنقاش، سألتك سألتي وهكذا، لابد من التفاعل، ده هدف أنا بحققه. وبالتالي أنا كنت عايز أكتب رسالة عن استخدام الاستهزاء في كتاب كان اللي وادينا، ولكن الاستهزاء ولا الاستهزاء؟ استهزاء استهزاء تيرانيا سخرية؟ سخرية سخرية السخرية في موضوع رائع، بس أنا أقول السؤال من وجهة النظر اللغوية، ولكن أنا برأيي اللغة بتاعة الكتاب الكريوة لنا صعبة جداً. نعم، ولكن طبعاً هو مش السخرية، ممكن السخرية ممكن الرمزية عندما يذكر بعض الألفاظ ليست مقصودة في ذاتها ولكن مقصودة خلفها، يسميها الكناية. مثلا في مقولة مصرية معروفة، لو أنا قلت مثلا أنت إيدك طويلة ماذا تعني؟ وبسر صح؟ فلو قلت أنت إيدي طويلة أنا لصة؟ أنا سارقة؟ أنت إيدي طويلة حتى ليس إيدي تعنيني؟ حتى إيدك أطول ماذا فعلت؟ ذكرت عبارة لا أقصد ظاهرها ولكن أقصد باطنها بالكناية. هذا هو التكلم كليلة ودمنا بأكملها بهذه الصورة، يذكر شيئا ولكن من خلفه أشياء مقصودة نسميها نقرأ ما بين السطور. أنا سعيد بكم، سعيد بالنقاش، عقلياتكم جميلة، أتمنى نراكم في مصر أي وقت. التليفون والإيميل مع دكتور سفيان، أهلا وسهلا بكم. كنوات استعراض نهتم قوي بكل ما تكتبونه، حتى لو قدرتوا تكتبوا شيء محتاجين أي مساعدة أي مراجعة أنا ممكن أصور لكم أشياء وأرسلها لكم في مصطلحات في أشياء، حتى في الموضوعات المبتكرة لو عندك عاوز رواية عاوز قصة زي المغنون الخمسة ممكن أوفرها لك أبعثها لك أي شيء منها. سعيد بكم شباب وأشكركم ونلتقي الصورة الجماعية.